فندق ألف ليلة وليلة في الغردقة، حاطين مكان كده مسرح كبير في كل يعني نسخة من الآثار، نسخة من الآثار، في نسخة من المسلات اهي، ونسخة من معبد أبو سمبل، ونسخة من أبو الهول، نسخة من أبو الهول كمان. كل ده موجود في قرية ألف ليلة وليلة في الغردقة. ده المسرح الكبير، مسرح كبير بيبقى فيه حفلات بالليل، وهنا مطاعم، مصور.